مشاهدينا عبر قناة عمان الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الثقافة في أسبوع، والتي تأتيكم من هنا من معرض تجسيد البيئات ضمن فعاليات ملتقى مرباط للأسرة الثانية. في حلقتنا سنستعرض مجموعة من العناوين الثقافية المحلية والعربية والعالمية. نبدأ الحلقة بأبرز العناوين. السلطنة تحصد 6 جوائز في أوسكار الإعلام السياحي العربي. ندوة النحت حكاية لا تنتهي تستعرض تفاصيل ملتقى النحاتين الرابع بولاية الصحار. انطلاق فعاليات معرض عروس عمان 2017. ومن أبرز عناوين الثقافة المحلية ننتقل إلى أبرز عناويننا العربية والعالمية. متاحف قطر تستعد لانطلاق موسم الربيع لهذا العام. إقامة مدرج على الطراز الروماني في العراق لتعزيز الأحداث الثقافية بها. تركيا تستعيد جرة أثرية يزيد عمرها عن 4000 عام من بريطانيا. زيارة ملكة بريطانيا لمعرض فيجي في مدينة نوريتش الإنجليزية. حصدت السلطنة 6 جوائز في أوسكار الإعلام السياحي العربي في دورته 9، حيث اختار المركز العربي للإعلام السياحي معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية شخصية رجل التراث العربي للعام الجاري، نظير جهوده الكبيرة في خدمة التراث العماني بشكل خاص والتراث العربي بشكل عام. كما حصدت السلطنة جائزة أفضل برنامج متخصص في السياحة العربية للبرنامج الإذاعي في رحاب المساء، وجائزة أفضل طيران عربي داعم للسياحة العربية للطيران العماني، والجائزة الخاصة بالمركز لصحيفة الحدث الإلكترونية، وجائزة أفضل شخصية عربية رائدة في القطاع السياحي لمهدي بن محمد العبدواني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات، وجائزة أفضل صورة متميزة في القطاع السياحي للمصور عمر الشاعري. حراك ثقافي فني في بيت الفن بصحار بجهود أفراد ومؤسسات خاصة استعدادا لفعاليات ملتقى النحاتين. نحت حكاية لا تنتهي، هذه الجهود بمشاركة نخبة من النحاتين العمانيين بالإضافة إلى نحاتين من الدول العربية والأجنبية. فن النحت وعشاق الطبيعة وما تحدثه من تأثيرات على مكوناتها من صخر وخشب، يصنعون الأجمل مما ينحتون ويتنافسون مع الطبيعة بجمالياتها، ليظل النحت حكاية لا تنتهي بينهما. تطور فن النحت إلى أن وصل للفن الحديث، وابتدت المدارس التجريدية المختلفة اللي هي التجريد الهندسي والتجريد العضوي، وبعدين كده النحت الحركي. النحت دائما هو أساس مهم جدا لكل شخص يرغب في الدخول في عالم الفن التشكيلي من أبوابه الحقيقية، فتوجد في النحت حقيقة مفاهيم وطرائق معينة، وهناك أيضا أنواع مختلفة في مجال النحت سيتم التعرض لها في هذه الندوة. تعتبر هذه الفعاليات مهمة جدا بالنسبة لنا لأنها تغذية بصرية وفكرية مفيدة جدا. الندوة كانت تتحدث عن النحت حكاية لا تنتهي، عرضوا فيها أعمال إثراء للحركة الفنية في السلطنة بكل ما تزخر به الساحة الإبداعية، ولفن النحت على وجه الخصوص، والذي أسسه بيت فن صحار للنهوض بحركة الفنية ليقوم مع تأسيس الحراك الفني والسياحي معا. لا من حيث التجربة ومن حيث العمل الفني فقط، بل أيضا من حيث الفكرة والموضوع الجديد. هذا الموضوع بكل بساطة تجسم في تجربة المخيم، مخيم النحاتين. الورقة طبعا بتتطرق إلى مخيم النحاتين، تاريخ مخيم النحاتين، المراحل المربية مخيم النحاتين لحد ما صار هذا العام مخيم النحاتين الدولي. بيستعرض النقاش إن شاء الله
أهداف مخيم النحاتين وبرنامج مخيم النحاتين لهذا العام. المخيم طبعا بيستقبل قرابة 32 نحات من مختلف الدول العالم، دول العربية، من إيطاليا ومن الجزائر وتونس ومصر وغيرها. مدة المخيم تقريبا 6 أيام. الندوة تمهيد لاستقبال الوفود النحاتين من مختلف الدول في السلطنة في الملتقى القادم بمحافظة شمال الباطنة، ليجمعهم وادي الجزي بمساحاته الشاسعة ولينحتوا الأجمل على صخوره. حراك ثقافي وفني يستعد له النحاتين العرب والأجانب، والذي سيقام في مخيم النحاتين الرابع في ولاية صحار. خديجة بنت سليمان الشحية، مسقط. بهدف عرض أزياء لمصممين عالميين قدموا أحدث صيحات الموضة في عالم الأزياء، انطلقت فعاليات معرض عروس عمان 2017. يجمع المعرض كل ما تحتاجه العرائس في 2017 تحت مظلة واحدة. أشهر من العمل، تجهيزات وتحضيرات، أياد كانت تعمل بصمت وأخرى خلف الكواليس تجهيزا لهذه اللحظة، انطلاق فعاليات معرض عروس عمان 2017. مساكم الله بالخير. أنا أول مرة بحياتي أشارك في مثل التجمع الجميل. نسخة أولى راهن القائمون على تفردها نجحت في استقطاب كل ما يحتاجه معاريس العام الجديد تحت مظلة واحدة، بدءا من تحضيرات الزفاف وحتى ليلة العرس. معرض عروس عمان الأول 2017، الدورة النسخة الأولى من مصاحب لمهرجان مسقط. الحمد لله 100 شركة مشاركة عمانية ومن دول الخارج. أتى نجاح كبير من مجهود كبير لشركة الشرقية لتنظيم المعارض، بالإضافة النجاح هذا يأتي للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي لها إسهام كبير بهذا النجاح الكبير. مصممون عالميون أبدعوا في مشاركاتهم، أظهروا أحدث تصاميمهم في عرض أزياء اليوم الأول، والذي قدم فيه حوالي 7 مصممين أزياءهم على أنغام مقطوعات متنوعة من الموسيقى الشرقية والغربية. وقد شهد العرض حضورا لافتا من داخل السلطنة وخارجها. التجمع اللي صراحة كان مميز، تنظيم حلو، ديكورات حلوة، اليوم شفنا أزياء جميلة عمانية وأيضا عالمية، وأعتقد من المغرب أيضا. أنا سعيد جدا أشوف كوكبة أزياء جميلة اليوم، أيضا مشاركات حلوة، وأعتقد هذه فرصة حتى اللي يمكن يحتاروا كيف يختاروا. كل متطلباتهم على مدى 4 أيام يستقطب معرض عروس عمان 2017 جمهوره من المهتمين بأحدث صيحات الأزياء والموضة. الكوليكشن اللي حضرت لمعرض عروس عمان يعني فكرة شوية هالمرة غيرت نوعا ما في الخط، ولكن موجود التريد مارك مالي، موجود شوية دمج، خليته عصري بزيادة. قبل كنت أخلي التقليدي وعصري متوازن، لا الحين خليت العصرية تطغي على التقليدي. وبعد في مفاجأة بتكون في عرض الأزياء إن شاء الله، بيكون يوم السبت تاريخ 28، بيكون فستان تقليدي عصري، يعني عصريته أكثر وفي كل أضواء، وبعدين يتحول لفستان ثاني يتغير. تصاميم يراهن المشاركون على أنها الأحدث، وعروض حصرية لزوار المعرض لاقت حضورا لافتا يسعى القائمون من خلاله على المساهمة في جعل السلطنة وجهة سياحية. انتصار بنت حبيب الشبلية، محافظة مسقط.
سعياً منها للتذكير بالتراث وأهمية الحفاظ عليه، واستغلالاً لأوقات الفراغ للأبناء في هذه الفترة، نظمت جمعية المرأة العمانية بولاية دبا المهرجان الشتوي الأول بالولاية، المهرجان محمد الشحي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية دبا. جاء تنظيم المهرجان بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومشاركة فاعلة من جمعية المرأة العمانية بولاية مدحة، وسعيا لتنشيط الجانب السياحي والترفيهي والاهتمام بالتراث، ودعما للعديد من الأسر المنتجة في الولاية. محتاجين إلى فعاليات في هذه الولاية التي تبعد الكثير من الكيلومترات عن المجاورة يعني، فارتئينا تنظيم هذه الفعالية كنوع من أولا نوع من الحفاظ على التراث، تذكير أبنائنا أهلنا بتقاليدنا بعاداتنا بتراثنا بحرفنا الأصلية، وكذلك إدخال البهجة والسرور والتغيير تغيير الجو على الأطفال وعلى الأسر في الولاية يعني. المهرجان تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية والحرفية وكذلك الترفيهية للأطفال، حيث ضم المعرض عددا من الحرف التقليدية كالسعفيات والأكلات الشعبية المعروفة وكذلك الأدوات المستخدمة في البحر وأعمال الزراعة قديما. عندنا عدة فقرات، في فقرات للأطفال منوعة، في أسئلة، في سحب على جوائز، عندنا كذلك استضافة لكبار السن نتحدث معهم عن الأيام الماضية، عن الماضي وعن التاريخ وعن النخلة وعن أهميتها، وأمهاتنا كذلك عندهم مشاركات عديدة بعد بتقديم الوجبات والأكلات المتنوعة اللي هي المحلية وكذا. وتماشيا مع أهداف المهرجان في إحياء الموروث الشعبي، اشتملت فعاليات المعرض على مسابقات لأجمل زي تراثي للجنسين، وكذلك معرض لفريق مسندم للتصوير الضوئي والذي يحتوي مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمقتنيات وآلات التصوير والكاميرات والتي تحكي تاريخ التصوير ومعداته منذ نشأتها وحتى عصرنا الحالي. وين يا أهلي وين يا وين رابعي لرمس وياهم، خلوا لي باليوم نيراني وكيف قلبي اليوم ينساهم، والحوي وهذيك لخيامي والعريش اللي كان يهواهم. هو مهرجان جمع بين طياته الكثير من الموروثات والعادات التقليدية القديمة في محاولة وسعي للتذكير بها من النسيان. نجم بن عبد الله الشحي من ولاية دبا محافظة مسندم. تجسيداً للاهتمام بالتراث والثقافة وللحفاظ على الصناعات الحرفية التقليدية ونقلها للأجيال، انطلقت بولاية مرباط بتنظيم من جمعية المرأة العمانية بالولاية فعاليات ملتقى الأسرة الثاني، حيث يحتوي الملتقى على مجموعة من الفعاليات والأنشطة للأسرة ومعرض استهلاكي ومعرض يجسد الصناعات الحرفية والبيئات الثلاث، وكذلك يمثل الصناعات الحرفية التي من خلالها يودون إيصالها للأجيال المقبلة. انطلقت فعاليات الملتقى تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار. على أنغام الفنون العمانية المغناة التي تشتهر بها ولاية مرباط، تم افتتاح ملتقى مرباط للأسرة الثاني والذي يحمل عنوان مرباط الساهل، والذي نظمته جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط. أنا سعيد جدا بما شاهدته في هذا المعرض الكبير الذي يحوي كل شيء من هذه الولاية العريقة التي نعتز بها كثيرا ونتشرف بها في كل مشاركاتها في سلطنة عمان، وما شاهدته يثلق الصدر. بالنسبة لهذا الملتقى، الملتقى الثاني لجمعية المرأة العمانية بولاية مرباط، ومن الملتقيات الهامة التي طبعا تعبر عن جهود كبيرة من الجمعية لاحتواء ما يقوم به المجتمع بصفة عامة من منتوجات ومن حرفيات ومن أمور تتعلق بالمرأة في ولاية مرباط. وحقيقة جهود وزارة التنمية الاجتماعية من خلال إشرافها على الجمعيات هي أن تبادر في إيجاد منافذ تسويقية
ضم معرض مرباط للأسرة في نسخته الثانية العديد من الفعاليات مجموعة من الأركان المرأة المنتجة وركن الطفل ومحو الأمية والمعرض الاستهلاكي وركن الأكلات العمانية والبيئات العمانية ومعرض الكتاب وركن العطور والدخون والركن الخاص بجمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار. المتبر الجمعية نظرا للنجاح الملتقى الأول فقامت الجمعية هذا الملتقى يضم طبعا عدة أركان منها أهم ركن فيها أنه يبرز دور الولاية التاريخي من حيث المعروضات التقليدية الحرف التقليدية بأنواع مختلفة. طبعا نظمت ملتقى مرباط الأسرة الثانية في جمعية المرأة العمانية في مرباط مثل أما ملتقى مرباط للأسرة الثاني الذي تنظمه جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط العديد والكثير من المشغولات اليدوية والحرف التاريخية للولاية سابقة العمري ولاية مرباط محافظة ظفار. إحياء لتراث الآباء والأجداد وإعادة رحلاتهم على ظهور الجمال، انطلقت رحلة السلام في بلد السلام للرحالة حمود بن حمدان النهدي سفير لجنة السلامة المرورية بولاية إبرة على ظهر ناقته فرحة. وستمر الرحلة بعدد من الولايات منها المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وولايات محوت والدقم والجازر بمحافظة الوسطى وولايات شليم وجزر الحلانيات وثمريت لتختتم في ولاية صلالة بمحافظة ظفار في 20 من الشهر المقبل. كما أن عنوان الرحلة السلام في بلد السلام هو دلالة على ما تتمتع به السلطنة من سلام وأمان. فنون تراثية ومهارات قدمها فرسان نادي الخابورة في أولى فعاليات مسابقات الخيل التقليدية والتي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية على مستوى السلطنة. المسابقة التي انطلقت على ميدان الفروسية بولاية الخابورة رعى فعالياتها معالي الشيخ سعد بن محمد المنظور سعدي وزير الشؤون الرياضية. اهتماما بالخيل وحفاظا على العادات والتقاليد العمانية الأصيلة، انطلقت أولى فعاليات مسابقة الخيل التقليدية والتي يشرف عليها الاتحاد العماني للفروسية وذلك على ميدان نادي الخابورة للفروسية وبمشاركة أصحاب الخيل والمهتمين بركض العرضة. هناك مسابقة أقامها الاتحاد على كل نادي أو لجنة في جميع محافظات السلطنة يقع عليها الاختيار أن تنظم هذه الفعاليات. طبعا هذه الفعاليات هي حفاظ على موروثنا الشعبي، فهناك عدة بنود يقيم عليها اللجنة أو النادي، من ضمنها مثلا الحضور، من ضمنها الحفاظ على الزي الرسمي، الحفاظ على عدد الخيل، الالتزام بالوقت، تنوع الفقرات، مهارة الفرسان التي يؤدوها خلال هذه المسابقة. المسابقة التي يتنافس عليها 7 أندية للفروسية من مختلف محافظات السلطنة سيتم تتويج الفائزين في نهاية الموسم بعد تقييم كل عرض ينظمه النادي وفق ضوابط وشروط يحددها الاتحاد العماني للفروسية. الاتحاد العماني للفروسية من العام الماضي أقام شكل لجنة تحكيم للمهرجانات هذه اللي يقيمها الاتحاد العماني للفروسية مهرجانات الخيل التقليدية، فشكل لجنة تقييم الفعالية على مستوى الولايات في كل موسم. كما شملت الفعاليات تقديم فقرات من الفنون الشعبية المؤداة على ظهور الخيل كهنبل الخيل وركض العرضة واستعراض مهارات الفرسان، إضافة إلى استعراض لفرسان نادي الخابورة وعروض لجمال المهور من مواليد نادي الخابورة، وكذلك فقرة مهارة التعامل مع الخيل بأشكال مختلفة. وفي نهاية المناسبة قام معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية
بتكريم اللجان المنظمة للفعاليات والفرسان المشاركين. مع تقدم الحياة المدنية في كافة المجالات تعاظمت أهمية الخيل، وأصبحت الفروسية مرادفا لمشاعر الفخر والاعتزاز بالموروث العماني الأصيل. ذياب بن عبد الله النوفلي من ولاية الخابورة، محافظة شمال الباطنة. جبل المشط المتفرد بتضاريسه يشكل لوحة طبيعية تروي حكايات عن أزمنة مختلفة. الجبل الواقع في ولاية عبري بزاويته العمودية يجذب الكثير من هواة التسلق والمغامرة. إنه أطول جدار جبلي عمودي طبيعي في السلطنة، جبل المشط الواقع بين وادي الهجر ووادي العين بولاية عبري. واجهته العمودية أكسبته وصف الجدار الأطول بارتفاع 2090 مترا، فيما طبيعة تضاريس قمته الخشنة أعطته شكلا يشبه إلى حد بعيد أسنان المشط. ومن هنا استمد تسميته المتعارف عليها بين ساكني هذه الأنحاء، فكان مقصد رحلاتهم وتجوالهم ومضرب أمثلتهم وحكاياتهم. وهذاك مكان طريق عقب السقام، فيها مكان اسمه جراب عبود من جانب اليساره هنا. جراب عبودة تكون مثل جبل، شطفة جبل حصاه، وجاء مسكين وقاع غارف من ذاك الجيعان، ويوم جلس على ذيك الحصاه قال أتمنى هالجراب. سميوه شياب عاد جراب عبود. هناك صفاه منها فوق مرة عدة له، قال له شايب صبيح الله يرحمه من ضم تسمع، قال هذه كرمة أكلها. طين وعجين مسوي على النار من الجوع، قالت منها كرمه كلها، وهذا اخذ منه صح. وسموا مثل هذا، قال هذا كرمه جراب عبود وهذا كرمه صبيح ما شاء الله. وهناك مكان في لاصف لليوم، لاصف لاصف مال عيون مال كحال نشيل له بحش بحشه ويطلع لك اخذ منه قضوض، لاصف لتو موجود. الفرنسي حكايه اخرى للمشط، فالمستشف للجبل يجد أن له واجهتين مختلفتين يفصلهما حد. هو عبارة عن مسار التسلق يطلق عليه بالمسار الفرنسي نسبة لبعثة فرنسية هي أول من تسلق الجبل في العام 1979. في نعم بعثة فرنسية خيموا تقريبا 10 أيام واستغرق طلوعهم تقريبا 6 أيام تسلقوا من هذه الجهة من خلفنا حتى يوصلوا فوق، طبعا بمسامير وعندهم طرق يعني. الواجهة العمودية للجبل أضفت عليه تميزا واضحا وجعلته وجهة سياحية جاذبة لمحبي تسلق الجبال والمغامرات الجبلية من شتى دول العالم، في حين يتعارف بين السكان بتواجد العسل الجبلي فيه بكثرة. العسل عاد ما تسير فيه، هذا مكان يقال له قلعة الرحى هنا، هذا ما تخوز منه هنتين والثلاث دلقان دائرات به، إن الشمس ما تخوز من هناك تشوف، والعسل واجد فيه لليوم العسل ما يخوز منه. تطلع الشمس هناك تو موسم شتاء تطلع قبل هناك تو نفط هناك على هناك. إن جبل المشط بمقوماته الطبيعية الفريدة بجانب المواقع الأثرية في المنطقة توجد بلا شك أحد أبرز أماكن الجذب السياحي في السلطنة على مدار العام. محمد بن سعيد العلوي. ما زلنا مشاهدينا نستعرض معكم ملفات حلقة هذا الأسبوع من برنامج الثقافة في أسبوع، وبعد أن استعرضنا ملفاتنا المحلية ننتقل إلى استعراض ملفات الثقافة العربية والعالمية. ونبدأ أولى المحطات من قطر التي تنظم عددا من البرامج والمعارض للمتاحف لموسم الربيع العام الجاري. أبرز هذه الفعاليات معرض يجمع اثنين من أشهر فناني القرن العشرين وهما بابلو بيكاسو وألبرتو جياكو بأكثر من 120 عملا فنيا تتنوع بين اللوحات الفنية والمنحوتات والرسومات والصور، جلب بعضها من متاحف ومجموعات فنية دولية. ومن المقرر انطلاق موسم الربيع لمتاحف قطر في الفترة ما بين 23 من فبراير والحادي 21 من مايو القادمين.
تستعد مدينة السليمانية بالعراق لافتتاح مدرج على الطراز الروماني من المقرر أن يكون في شهر يونيو المقبل لتعزيز الأحداث الثقافية في المدينة. مدرج آخر على الطراز الروماني لكنه هذه المرة في العراق. هذا المدرج الذي تم بناؤه في الآونة الأخيرة في مدينة السليمانية جزء من مشروع لتعزيز الأنشطة الثقافية في المدينة. تكلف المشروع 4.6 مليون دولار ويجري بناؤه منذ عامين، حيث يتم استلهام شكل وتصميمات مدرج الكولوسيوم في روما، ومن المقرر افتتاحه للجمهور في يونيو حزيران. ويأمل من يقفون وراء هذا المشروع في أن يتيح المدرج منصة لعرض الثقافة الكردية وإقامة مهرجانات مشابهة للمهرجانات التي تقام في الأردن وتونس. برهم صالح رئيس مجلس إدارة المشروع: السليمانية هي عاصمة الثقافة الكردستانية، نريدها كما حال مثلا جرش أو قرطاج أو تلك المهرجانات الأخرى. رؤيتي وحلمي أن أرى في السليمانية مهرجانا ثقافيا سنويا تقام هنا، وتأتي الفرق الفنية من عموم شعوب المنطقة، فرصة لتعريف الثقافة الكردية إلى الشعوب الأخرى، وأيضا فرصة لتعرف الكرد على ثقافات الآخرين. ويتشابه التصميم من الداخل والخارج مع مبنى مدرج الكولوسيوم في روما، باستثناء الجدار الخارجي الذي يتم بناؤه بالطوب المستورد من إيران وليس بحجر الترافرتين الجيري كما هو الحال في الكولوسيوم. ويقام المدرج المفتوح البيضاوي الشكل في متنزه هواري شار على مساحة 1000 متر مربع، وبإمكانه استيعاب 5000 متفرج. كما يهدف هذا المشروع، وهو من بنات أفكار صالح، إلى تعزيز التعايش بين الناس كوسيلة لمحاربة التطرف والأيديولوجيا المتطرفة لتنظيم الدولة الإسلامية. هذه المنطقة تعيش صراعات عديدة سياسية في خضم مواجهة كبيرة مع الإرهاب والتطرف الفكري. أملي أن ننتهي بالهزيمة للإرهاب، لكن طريقة مجابهة الفكر المتطرف هو تمكين المواطن الإنسان في هذه المنطقة من الإبداع. وكان من المقرر أن يكتمل المشروع بحلول نهاية العام الماضي، لكن قرار حكومة بغداد عام 2014 بقطع مدفوعات الميزانية للمنطقة الكردية أدى إلى إرجاء العمل. علقت في الشوارع الجانبية بسوق القيصرية وسط مدينة أربيل المئات من الصور للمدينة وسكانها على جدران مقهى صغير منذ عشرات السنين، ليكون معلما شاهدا على تاريخ المدينة وتراثها. تفاصيل أكثر في التقرير. هذا المقهى الصغير بمدينة أربيل وتناول كوب من الشاي، ولكن بمجرد أن تطأ قدماك المكان تدرك أن هناك شيئا مختلفا. فهنا في مقهى بسوق القيصرية في وسط أربيل تعلق المئات من الصور للمدينة وسكانها على الجدران، حتى اكتسب المقهى شهرة واسعة لتوثيقه تاريخ المدينة وتراثها. ويظهر مام خليل مؤسس المقهى أو الشاي خانك كما يدعيه هنا بائنه من المشاهير. وبعد أن رحل المؤسس قبل عامين حمل الراية من بعده نجله محمد خليل. هون مكان أبويا، هون وتراث أربيل وتراث أبويا وتاريخ من أهل أربيل يبدأ من هون، يعني تاريخ من أهل أربيل هم يبدون من هون، يعني هذا بعد الشيخانة، يعني بعد القلعة منارة بعدين هون. يعني هذا السر وقل لمحمد يعود إلى شغف والده الكبير بالصور، حتى أنه جعلها جزءا من زينة المقهى. هو كان يحب يأخذ صورة، وصورة القديم يحب هذا الصورة القديم،
وكان يحب يجمع الصور يخليها الحائط. وفيما تعرض في المقهى صور لبعض زواره من المشاهير، يعود الكثير من الصور إلى بعض الزبائن المخلصين الذين يترددون يوميا على المقهى منذ افتتاحه عام 1976. واحد مثلي أبويا وجدي كان شاربين شاي هنا، الأفكار القديمة راح يرجع علينا، والخطارين والسياحين والمسؤولين كبار الرجال يجون هنا يسألون من احنا اشنو هاي الشايخانة. هو متحف في صورة مقهى يقف شاهدا على تاريخ المدينة العراقية جدرانه. وفيما رحل عن العالم الكثير من أصحاب تلك الصور، لا يزال المقهى يذكرنا بأنه كان لهم هنا مكان يوما. لطالما كان التراث الثقافي للأمم منبعا للإلهام ومصدرا حيويا لدعم والشعراء لتأخذ الإبداعات الجديدة موقعها على خارطة التراث الثقافي، وتتحول تراثا يربط حاضر الأمة بماضيها. من هذا المنطلق أقيمت حفلة للفنان علي الحجار عن بقية الصاوي. بصوته الشرقي الأصيل أطرب الفنان علي الحجار جمهور المستمعين على مسرح ساقية الصاوي بالقاهرة ضمن سلسلة أنشطتها الفنية للعام 2017. ويحظى علي الحجار بمكانة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي استنادا إلى مشواره الطويل الذي بدأه في الثمانينات بتقديم أغاني ذات طابع شرقي أصيل وكلمات وألحان لكبار الملحنين والشعراء مثل بليغ حمدي، عمار الشيعي وجمال بخيت. كان نفسي أن أنا أعيد التراث المصري من 100 سنة بمعالجة موسيقية، من ان هم يسمعوا اغاني المهرجانات والاغاني الموضة الجديدة. مش عايز امنعهم، لكن عايز اسمعهم جنبها نوع فن كمان، بحيث هم يقدروا يستمتعوا هنا ويستمتعوا هنا ويقدروا يبقى في ميزان في وجدانهم يعني، ويقدروا يقيموا الحلو من الوحش يعني. وتميز علي الحجار بأداء عدد من أغاني تترات المسلسلات التي تركت أثرها العميق في وجدان المشاهدين المصريين والعرب. ومن ذكائه الشديد اختيار الكلمة، اوكي الكلمة اساس من اساسيات طبعا الاغنية وكل العناصر بتاعتها، بس لو هي العمود الفقري بتاع الكلمة. فالذوبة سبحان الله يعني الخالق العظيم، الانتقاء في كل شيء، في اللحن، في الكلمة، في الحياة، الجمهور بتاعه كمان مع احترامي للناس كلها، يعني تحس انه ليه مذاق خاص كده، ليه طبيعة خاصة. يذكر ان علي الحجار هو ابن ابراهيم الحجار مطرب الاذاعة المصرية في نهاية الاربعينيات، والذي واجه تحديات كبيرة بسبب تمسكه بلقبه لتدور الايام ويرفع علي بصوته اسم الحجار لامعا في سماء الطرب الشرقي الاصيل.
من القاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. طوابع الأمل، معرض فني يحكي واقع اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن بالرسم على قماش الخيام. تفاصيل نتابعها في التقرير. هذه اللوحات في معرض بالعاصمة الأردنية عمان لم ترسم كمثيلتها بطريقة تقليدية، وإنما رسمها فنانون من اللاجئين السوريين على قماش الخيام التي كانت منصوبة في مخيم الزعتري بالأردن قبل أن تحل مكانها بيوت مؤقتة معروفة بكرفانات. المعرض الذي حمل عنوان طوابع الأمل عرضت به أكثر من 100 لوحة وعمل فني يعكس كثير منهم الصعوبات التي يعاني منها اللاجئون السوريون في المخيم منذ فرارهم من بلدهم بسبب الحرب، ومنها أعمال الفنان التشكيلي واللاجئ محمد العماري. أفكاري باللوحات هي عبارة عن رسالة المعرض اللي انطلقنا منها، هي كانت حين يدمر الوطن وحين يدمر الإنسان لا يبقى سوى الأمل. بعد مضي 6 سنوات من الحرب التي أنهكت الجميع لا يبقى لدينا سوى الأمل، فأصور في لوحاتي مدى الأبنية اللي بسوريا والحضارة كاملة. يعني شراء هذه اللوحات متاح لزوار المعرض بأسعار تتراوح بين 70 و300 دينار أردني، أي ما يعادل نحو 420 دولارا، وتدفع عوائد المبيعات للفنانين المشاركين. ويستضيف الأردن حاليا ما يزيد على 1,400,000 لاجئ يعيش معظمهم في مناطق حضرية، بينما يعيش نحو 100,000 لاجئ سوري في مخيمات. وإلى لندن التي استلمت بها السفارة التركية جرة أثرية يزيد عمرها عن 4,000 عام من مواطنة بريطانية اشترتها من تركيا في 60ات القرن الماضي. تم إرجاع الجرة لتركيا بعد أن علمت المواطنة البريطانية أنها إرث ثقافي يرجع لبدايات العصر البرونزي بعدما كانت عرضت للبيع في دار المزاد البريطاني. كانت تأمل في نشر الوعي لدى ركاب المزايدة والرأي العام بإعادة الموجودات الثقافية إلى بلدانها الأم. زارت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية معرضا عن فيجي في مدينة نوريتش بشرق إنجلترا. مزيد عن هذه الزيارة في سياق التقرير. زارت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية معرضا عن فيجي في مدينة نوريتش بشرق إنجلترا. يركز المعرض على الحياة الفنية في فيجي البلد الواقع في المحيط الهادي، ويستضيفه مركز سانسبيري للفنون المرئية بجامعة إيست أنجلا. استعرضت الملكة نماذج بفيجي والتي عرضت أثناء الاحتفال بعيد ميلادها 90 بقصر ويندسور في مايو أيار الماضي. ويقول المنظمون إن المعرض هو الأكبر من نوعه عن فيجي يقام في المملكة المتحدة وعمل فنيا. يعد تصميم الأزياء فنا من فنون الجماليات التي يتم تصميمها على أدوات ومكونات مختلفة كالملابس والإكسسوارات المستوحاة من ثقافات شعوب عدة. التقرير التالي يأخذنا إلى نهر السين بباريس، حيث قارب تعرض على متنه أزياء مختلفة. على متن قارب زجاجي يأخذك في رحلة عبر نهر السين في باريس. كان هذا العرض للأزياء الذي نظمته العارضة جيسيكا مينان وشاركت فيه. عرض الأزياء قدم مجموعة من ملابس السهرة التي ابتكرها مصممون من أوروبا وأسيا والولايات المتحدة. وقالت جيسيكا إن العرض يمزج بين الطراز الأسيوي والغربي الحديث، وتعتقد أن المصممين حاولوا استلهام الكثير من أذواق الستينات والسبعينات
لأن في هذين العقدين كانت النساء أنيقة جدا، لكنهم حاولوا أيضا اللجوء للابتكار والجرأة. جيسيكا معتادة على تنظيم عروض الأزياء في المعالم الشهيرة، وسوق لها عرض مجموعات في برج إيفل بفرنسا وممشى جراند كانيون في ولاية أريزونا الأمريكية وجسر البرج في لندن ومركز التجارة العالمي في نيويورك. استطاعت المتاحف في العالم الحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي الذي يجسد حياة الشعوب وهويتها المجتمعية، لكن هذا الكنز الحضري والذي أنشأته الأمم من أجل الرقي والتقدم البشري يواجه خطر الاندثار بسبب عوامل عدة. التقرير التالي يسلط الضوء على المتحجرات الأثرية في منغوليا. تسعى منغوليا إلى استعادة كنزها الضائع. منذ ما يناهز قرنا من الزمن تجذب صحراء كوبي علماء الإحاثة والمهربين على حد سواء بحثاً عن بيض الديناصورات ومتحجراتها. وقد انتهى الأمر بالآلاف من هذه المتحجرات بين أيادي هواة جمع التحف والمتاحف الأجنبية. أساعد السياح ومنظمي الجولات على تحديد مواقع العظام منذ عام 1990. سورنغافي الحارسة الوحيدة بدوام كامل المسؤولة عن 10,000 هكتار تلاحق الحجرات بمساعدة معاوني الشرطة وبعض المتطوعين، لكن المعركة خاسرة مسبقا نظرا إلى المساحة الشاسعة للصحراء. لم ننجح سابقا في القبض على أي لص إثر معرفتنا بسرقة المتحجرات. وقد أهملت هذه الكنوز طويلاً إذ كان السكان المحليون يعتبرونها مجرد عظام بلا قيمة، غير أن الوضع تغير اليوم وأطلقت الحكومة حملة في العام 2012 لاستعادة هذه الآثار المسروقة. كذلك افتتح متحف مخصص للمتحجرات المسترجعة أخيراً في العاصمة أولنباتور، حيث تقدر بعض القطع. كانت المتحجرات المنغولية تحط في السوق السوداء الأمريكية. نريد القضاء على هذه السوق بمساعدة السلطات الأمريكية لمنع ارتفاع أسعار المتحجرات إلى هذه الدرجة. وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، فوفقا للوزيرة السابقة تم استرجاع نحو 30 قطعة من المتحجرات من المهربين، وتأمل سورنغاف من جهتها في أن تعود هذه المتحجرات يوما ما إلى موقعها في أرض الديناصورات. الأحجار الكريمة زهور لا تذبل ولا يزول قدرها مع الزمن، فهي تجذب الأنظار بألوانها الجذابة وبريقها الأخاذ، ولهذا جلبت اهتمام الإنسان منذ أقدم العصور. التقرير التالي يتناول استخراج الياقوت الأزرق من مناجم بمدغشقر. أسبوعان كاملين من الحفر لبلوغ عمق 10 أمتار تحت سطح طويلة من دون نجاح في العثور على الأحجار الصغيرة الزرقاء. إنها اليومية القاسية للعمال الذين ينقبون عن الياقوت الأزرق في جنوب مدغشقر. يجب علينا بذل طاقة كبيرة، إنه عمل مخيف، لكن على الشخص الراغب في النجاح في مجال التنقيب عن الياقوت الأزرق التحلي بروح المجازفة، المعاناة هي المحرك لعملنا. بعد استخراج كيلوغرامات من التربة يقوم العمال بغربلتها في النهر، ويستحوذ الياقوت الأزرق المستخرج من مدغشقر على ما يقرب نصف الإنتاج العالمي، وهو يأتي غالبا من مناجم غير قانونية. وفي منجم سكرها هذا تمتد طبقة المعدن على مساحة 250 كيلومترا مربعا، ما يجعله من الأكبر في العالم، غير أن قصص النجاح في هذا المجال نادرة. أنا في 18 وأعمل منذ 8 سنوات في التنقيب عن الياقوت الأزرق. وجدت حجرا واحدا في إحدى المرات وجنيت 140 يورو عندما نجد حجرة ياقوت أزرق نبيعه في سكراها وبعدها نعود إلى هنا. يوفر أصحاب العمل يوميا وجبات طعام للعمال الذين لا يحصلون على الأموال إلا إذا عثروا على الياقوت الأحمر أو أحجار كريمة صغيرة أقل قيمة كالياقوت الأحمر. من ثم يرسل أصحاب العمل وهم في أكثر الأحيان من سريلانكا ممثلين عنهم للتفاوض على الأسعار. مرافقي يتوجهون إلى الموقع ويعمدون إلى مراقبة العمال في المنجم. في كل أسبوع أقدم لهم طعاما، من ثم أشتري الأحجار التي عثروا عليها.
from my mining. عندما يشتري سونيل حجر ياقوت أزرق في مقابل 30 دولارا من أحد العمال لديه، يعيد بيعه بسعر يساوي 10 أضعاف هذا المبلغ في سريلانكا. كذلك لا يضر استخراج الأحجار الكريمة الكثير من الإيرادات على الدولة نظرا إلى عدم تطبيق القوانين المرعية الإجراء في هذا المجال، ومع ذلك يشكل الياقوت الأزرق أمل الوحيد في مستقبل زاهر لكثير من سكان مدغشقر. وإلى أخبار السينما الأمريكية لهذا الأسبوع، حيث تصدر فيلم سبلايت إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية حسبما أظهرته تقديرات استوديوهات السينما. تدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات يتم اختطافهن من قبل شاب غريب الأطوار مع 24 شخصية مختلفة، ويجب عليهن إيجاد الشخصية المناسبة لتساعدهن في الهرب من ذلك الخاطف والبقاء على قيد الحياة. الفيلم من بطولة كل من جيمس ماكوفي وآنيا تايلور جوي. مشاهدينا عبر قناة عمان الثقافية، بهذا نصل معكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج الثقافة في أسبوع، والتي أتتكم من هنا من معرض ملتقى مرباط الثاني للأسرة، وبعد أن استعرضنا مجموعة من الملفات المحلية والعربية والعالمية في الثقافة. نلتقيكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين لكم أجمل التحايا من المعد مسلم بن سعيد جعبوب والمخرج ناصر بن رجب نصيب وفريق العمل. نترككم في رعاية الله وحفظه.